السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفوني نوتخشين اوبورتونيتي بور يوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي النيفو 5 اني دو لونسيونمون بريمير من كتاب بور كومونيكي اون فرونسي. اذا غادي يكون عندنا واحد النص ديال لا ليكتور العنوان ديالو بورتابل لو تيليفون كي شونج تو la page 93 unité 3. Et donc كما تشوفوا هذا هو النص ديالنا ديال لا ليكتور بورتابل لو تيليفون كي شونج تو. غادي نحاولوا نقراوه غادي نحاولوا نجاوبوا على كيسيون ان شاء الله باش ان شاء الله نفهموا هذا النص هذا مزيان. اذا نمشيو للجوب سيرف اي جو ديكوفر ونحاولوا نجاوبوا عليهم حيت غادي نجاوبوا عليهم قبل ما نقراو النص ومن بعد نقراو النص. السؤال الاول قال كو ريبريزونت ليماج. اذا شنو تتمثل لينا ليماج؟ اذا تتمثل لينا ان تيليفون بورتابل. ليماج ريبريزونت ان تيليفون بورتابل. السؤال الثاني كيلي لو تيتر دو تيكست. اذا شنو هو العنوان ديال النص؟ هو بورتابل لو تيليفون كي جونج تو. السؤال الثالث دو كوا ساجيتيل دون سو تيكست. اذا شنو غادي يكون في النص؟ il s'agit du téléphone portable. نمشيو دابا نقراو النص. Portable, le téléphone qui change tout. Aujourd'hui, on ne s'y crée plus, on s'appelle. Les portables s'installent en force. Beaucoup de personnes sont maintenant équipées d'un téléphone portable. Ce moyen de communication très pratique a bouleversé leur vie privée et professionnelle. Il a beaucoup rapproché les gens, disent les uns. C'est un outil aux effets pervers, répondent les autres. Les plus sages affirment qu'il faut tout simplement savoir comment et quand l'utiliser. Le téléphone portable, mode d'emploi. Pour allumer ton portable, appuie longuement sur le bouton marche-arrêt situé sur le côté. Pour régler le volume, utilise les touches de volume situées sur le côté de ton portable. Pour écouter la musique, connecte un casque ou des écouteurs à la prise. Pour charger ton portable ou le connecter à un ordinateur, utilise le câble micro USB. Pour revenir à l'écran principal, appuie sur le symbole accueil. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai parlé de le téléphone portable, j'ai parlé de comment je vais changer la vie de Diana, et j'ai parlé de le mode d'emploi de elle, comment je peux l'utiliser. اذا عندنا واحد الكلمه تما اللي شارحينها لنا هي اف اي بير في وما قال كي سون كونترير او ريزولتا ريشيرشي يعني يعني ضد ولا لي كونترير الاراء المتناقضه لذاك الابحاث اللي دارت. نمشيو دابا ان شاء الله الاسئله اللي غادي يجيو من بعد جو كومبرون. قال كومون لو بورتابل اتيل تو ترانسفورمي. اذا كيفاش البورتابل بدل لينا كل شيء؟ اذا لو بورتابل ا رومبلاسي ليكريتور. اذا بدل لينا ليكريتور حيت ما بقيناش نكتبوا الرسائل لي ليتر ولينا تنهضروا اونلاين اون سابيل مانتونو. الى بولفيرسي نوتر في privé et professionnel. Et dans, il a transformé notre vie privée et professionnelle. Et dans, regarde la vie d'Yana, يعني الخاصة والمهنية. السؤال الثاني قال quel est le sens du mot bouleverser. شنو المعنى ديال bouleverser هي غير. Et dans, transformer. Il a transformé notre vie privée et professionnelle. نمشي للسؤال الثالث قال quelles sont les habitudes que le téléphone a changé. شنو هما العادات اللي غيرهم التليفون. اذا شنو هما؟ لو تيليفون ا شانجي لي زابيتود فاميليال اي بروفيسيونيل. اذا غيرنا العادات العائليه يعني كنا بارفوا تنكتبوا الرسائل ولا نمشيو لعندهم نشوفوهم دابا ولينا تنهضروا معاهم غير في التليفون باش نعرفوا الاحوال ديالهم. وبالنسبه بروفيسيونيل يعني حتى الحياه المهنيه التليفون سهل بزاف ديال الحوايج في الحياه المهنيه في الخدمه لان ولا التليفون ضروري باش تنعرفوا لي طاش اللي خاصنا نديرو ولا كان شي حاجه ما دارتش باش غدا دار. يعني بزاف ديال الحوايج اللي عاوننا فيهم لو تليفون. السؤال 4 Que font-il faire pour utiliser un téléphone portable? Je ne sais pas dire que je utilise un téléphone portable. Il faut tout simplement savoir comment et quand l'utiliser. Et donc, je ne sais pas dire que je utilise un téléphone portable. Je ne sais pas tout simplement savoir comment et quand l'utiliser. Et donc, je ne sais pas si tu as le temps ou le temps. Et donc, c'est
يعني ما خاصكش تضيع فيه الوقت بزاف، يعني تستعملو غير الحوايج المهمة. نمشيو جورياجي او تاكس جو سيت ان افي بيرفي دو تيليفون. اذا غادي نحاول نعرض واحد ان افي بيرفي دو تيليفون بارمي هاد لي زيفي، ان ان يوزاج اكسيسيف دو تيليفون امباكت la cristallin de l'œil et favorise la myopie. إذن بالنسبة للاستعمال المتكرر ولا استعمال بزاف ديال الهاتف تيفرع لنا يعني الشبكة ديال العين، لو كريستالان يعني البؤبؤ ديال العين لي ريس، لو كريستالان دو لوي اي فافوريز لا ميوبي، و تيعرضنا للنقصان ديال البصر. لا ميوبي هي تنبقاو نشوفو غير شوية، يعني لا ميوبي. نمشيو للسؤال الثاني، قالك جو غوسونس لي زافونتاج دو تيليفون سيتي دون لو تيكست. اذا شنو هما لي زافونتاج اللي مذكورين في النص بالنسبه لي زافونتاج دو تيليفون؟ ان سيتي دون لو تيكست سون، قالك الى رومبلاسي ليكريتور، الى بوكو رابروشي لي جون. هادو بعض لي زافونتاج اللي مذكورين عندنا في النص. السؤال الثالث قالك كيلي اتون نافي، كيلي طون نافي ا بروبو دو تيليفون بورتابل. اذا شنو هو النظر ديالك ولا شنو هي وجهة النظر ديالك بالنسبة للتليفون بورتابل؟ إذا بالنسبة غادي نكتب وجهة النظر ديالي، أ مون أفي لو تيليفون بورتابل إي تري إمبورتون دون نوتخ في، مي إل فو سافوار كومون إي كون لوتيليزي. إذا هو جد مهم في الحياة ديالنا، ولكن خاصنا نعرفو وقتاش، ما يكونش الإدمان. إذا خاصنا نعرفو وقتاش وكيفاش خاصنا نستعملوه. إذا هذا هو النص ديالنا، كان ديال بورتابل لو تيليفون كي شونج تو. نتمنى تكونوا فهمتوا النص، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابع قناتنا بلو بارطاج ديال الفيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درج جديد من الدروس تنقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللينك ديالها في لابو ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.